رجل جاء من معاناة العراقيين، عانى وياهم من داخل العراق، ما كان له تربية خارج العراق ولا عيشة خارج العراق. أثبت بالتوصيف أنك تعول كثيرا على السيد السوداني لأنه ما تربى خارج العراق، عندنا مشكلة بهذه التربية التي نشأت خارج العراق؟ أكيد أكيد. أولا اللي تربى خارج العراق وجي مع الاحتلال، الاحتلال بلده، أنا عندي شك في مدى إخلاصه لهذا البلد ومدى التصاقه بهذا البلد. أي. وهل ممكن أن شخص من هذا النوع أن يكون ممثل للعراقيين حقيقة؟ أن يضع يده بيد الاحتلال، الاحتلال بلده وتدريب بلده، وتريد يكون قائد على بلده؟ أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة عند العراقيين بالذات ما يتقبلوها. أي مجتمع حر يفترض أنه ما يتقبل شخص يضع إيده بيد محتل ويجيبه يقول له احتل بلدي حتى أنا أحكم. خوش، يعني الما يطلع على أهله شنو؟ لو عندك اعتراض عليها سأل. الما يطلع على أهله شنو؟ نعم أقول لك الما يطلع على أهله شنو؟ ما أدري أنت كمل. هي المسخمات تخليهن علي. كمل الوصف. أي المسخمات يمي. لا في ما أشرت إليه دكتور أنه قتلت اللحظة أنه حتى المجتمع الدولي يقول هذا حدنا وبس بعد على قولة ياس خضر. ما الذي حصل يجب أخلاقيا أن يتحمله المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي حشد الحشود حتى ينهي هذا البلد إلى هذا الحد. ما شفنا إلى الآن رجلا حاكما قائدا سياسيا زعيما من الولد طالب المجتمع الدولي بالأضرار التي لحقت هذا البلد. ليش الجماعة صمتة يا حسن صمتة؟ إيه، لأن هم جزء من منظومة احتلال، فكيف تتوقع من عندهم أن يطالبون بشيء من هذا النوع؟ ثانيا إذا تصور أن المجتمع الدولي لحد الآن يتعامل بالأخلاق فإحنا نكون غلطانين. هذا مجتمع مصالح، وين مصلحته تقع راح يروح لمصلحته. ربما أن الظرف غير مناسب للمطالبة الآن، إذا ننطبع ذي العذر، لأنه لا زالت الدول التي احتلت العراق لها سيطرة كبيرة على مجلس الأمن وعلى هيئة الأمم المتحدة. طيب، ولكن يعني كونك تثبت الحق في هذه المرحلة للسنين القادمة، أنا أعتقد هذه قضية مهمة جدا، لأن اللي صار بالعراق، نعم، واللي الآن العراقيين يلمسون جزء من عنده، بس أكو جزء غير ملموس. اللي صار بالعراق تدمير كبير جدا على مستوى البيئة، على مستوى منظومة القيم عند المجتمع. هذا المجتمع الحباب اللي كان متكافئ في ما بينه ومتعاون، وتلقي نوع من الاتساق بين العشائر وبين الأديان وبين المذاهب تتعايش سوية. الآن منظومة القيمية بدأت يعني تهتز بشكل كبير جدا بسبب ما حصل عليه من الاحتلال، وهذه خطورة كبيرة. يعني قسم من عندنا ده شوف نتائج الآن، وأكو نتائج بعد ما طالع لحد الآن.